تنضم إلينا إذن من اسطنبول الزميلة ليندا عبد اللطيف مفادة القاهرة الإخبارية. ليندا، ما الأجواء لديك؟ نحن الآن أمام مقر حزب العدالة والتنمية في مدينة اسطنبول، هذا الحزب الذي يترأسه رجب طيب أردوغان. نحن كنا موجودون هنا منذ عدة ساعات، وكان هناك حشود وتجمعات كبيرة مؤيدة لرجب طيب أردوغان، ولكن أيضا مع الكلمات المختلفة التي ألقاها رئيس الهيئة العليا للانتخابات، والتي أعلن فيها تقدم رجب طيب أردوغان على كمال كليتشدار أغلو، زادت هذه الأعداد وزادت الحشود والتجمعات. هنا وقفوا أمام مقر حزب العدالة والتنمية لتأييد رجب طيب أردوغان. كما ترون الشاشة من خلفي، هناك المؤيدون يرفعون علم تركيا وعلم أعلام الأحزاب المؤيدة لرجب طيب أردوغان. هناك موسيقى عالية كما ترون من خلفي، هناك ألعاب نارية يقوم بها المؤيدون، هناك عربات ووسائل نقل مختلفة كانت تمر منذ قليل. ومنذ زيادة أعداد هذه الحشود، كانت هناك عربات تمشي وتسير حاملين شعارات وأعلام هذه الأحزاب المؤيدة لأردوغان وصور لأردوغان. إذن بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات بتقدم رجب طيب أردوغان على كمال كليتشدار أغلو، حتى الآن كان هناك تزايد في الأعداد، وأعقب ذلك كلمة لرجب طيب أردوغان هنا من إسطنبول، والذي تحدث فيها عن العديد من يعني ركز على في كلمته على أنهم سينتصرون معهم وبهم. قال أيضا أنه لا تفرقة بين مؤيد ومعارض، تحدث على أن ملف الإرهاب سيكون على أولوية أجندته. شكر أردوغان مؤيديه لاختيار مستقبل أفضل لأبنائه، لأبناء تركيا. تحدث عن مشاريع جديدة سيتم إنشاؤها خلال السنوات القادمة. قال من هنا من إسطنبول بدأت المسيرة، ومن هنا سيكمل المسيرة. إذن الصورة تتحدث عن نفسها من خلفي. يوجد العديد من المؤيدين من مختلف أطياف المجتمع، سواء كبار صغار، شباب، رجال، نساء، أطفال. الجدير بالذكر أن هذه الجولة هي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، والتي شهدت منافسة شرسة جدا بين رجب طيب أردوغان مرشح تحالف الشعب المعروف بتحالف الجمهور أيضا، وبين مرشح تحالف الأمة كمال كليتشدار أوغلو. زميلة ليندا عبد اللطيف مفادة القاهرة الإخبارية في إسطنبول، شكرا جزيلا لك.